دكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ممثلي الرعاة الرسميين وشركائنا في المهرجان، الزملاء من الإعلاميين والصحفيين، بنرحب بحضراتكم النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، وهو أكبر مهرجان ثقافي ورياضي وترفيهي على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط. السيدات والسادة الحضور، نجحت النسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة في تحقيق أهداف المهرجان واللي بتتمثل في عدة نقاط، أهمها تسليط الضوء على التنمية العمرانية اللي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها بكل تأكيد مدينة العالمين الجديدة. أيضاً الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة. أيضاً الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وإبراز دور القوة الناعمة في مصر من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة. المهرجان بيقام تحت شعار العالم عالمين خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر برعاية البريد المصري، سيتي أدج للتطوير العقاري، حديد عز، سيراميك الجوهرة، العرجاني جروب، صندوق التنمية الحضرية، جلوبال أوتو جروب، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، ريكسس مصر وكونسل ماسترز.